happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. الفنانة رانيا محمود ياسين بتحتفل اليوم الخميس 10 مارس بعيد ميلادها، طبعا كل سنة وهي طيبة. قالت رانيا انها دايما بتحمد ربنا على النعم الكتير دي، وانها دايما تكون بصحة كويسة وموجودة وسط الناس اللي بتحبهم وبيحبوها، دايما بتبص لكل حاجة ايجابية في حياتها. قالت يوم ميلادي زي كشف حساب، بقول الحمد لله فيه على كل نعمة. وبالنسبة للأعمال اللي قدمها والدها الفنان محمود ياسين، وضحت إنها كان نفسها تكون موجودة ومشتركة في أكتر من عمل، زي فيلم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وفيلم الأخرس، وفيلم الوهمة، اللي تمنت كتير إنها تقدم دور البطلة اللي دايما تخيلت نفسها إنها إيه بتلعب دور الست. مسلسل غدا تتفتح الزهور اللي تمنت برضو إنها تكون وسط مجموعة الأطفال اللي كان بيغني لهم والدها، وقالت ان انا من وانا طفلة وكان نفسي قوي اكون واحدة من الاطفال اللي كان بيغني ليهم والدي. وقالت ان مسلسلها حكم نهائي خرج من ماراثون رمضان السنة دي اللي شاركها فيه النجم مصطفى قمر، وطبعا كده اختفت وبعدت شوية، وهو ده المسلسل الوحيد اللي كانت عاملاه ومشاركة فيه وبتتمنى ايه الظهور فيه، تظهر لنا فيه قريب يعني. تتمنى التوفيق لبقية المسلسلات المعروضة، وبقية زمايلها كلهم بتتمنى لهم التوفيق، وهتكون متابعة لكل المسلسلات إن شاء الله. بينت إن سبب خروجها وخروج المسلسل بيرجع لضيق الوقت وعدم تصوير عدد كبير من المشاهد اللي لسه ما انتهتش، هيرجع وبعد كده هيرجع أبطال المسلسل لاستكمال العمل، وهيقدموه إن شاء الله بعد نهاية رمضان، ممكن يتم عرضه رمضان الجاي أو الفترة الجاية. شاركت رانيا محمود ياسين موسم رمضان اللي فات 2021 مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب إخراج رؤوف عبد العزيز، وقدمت لنا أعمال مميزة جدا، وهي نجمة جميلة وكلنا بنحبها، ونقول لها كل سنة وانت طيبة يا رانيا.